أصحاب وعشاق المسلسلات حصة خاصة بالمسلسل الإذاعي. سموني وحش الفلا واسمي سيف ذو يزن، رموني أهلي للخلا وحماني الخالق الرحمن. مرحبا بكم في قناة المحبي مسلسلات الإذاعية المغربية. الأزلية قطعت بحور حطمت صخور، ضربت طغاة عمرت قصور. لقاء جديد مع مسلسل جديد. قطعت بحور حطمت صخور، ضربت طغاة عمرت قصور. سيرة البطل سيف ذو يزن. لم ولا تقهى في بدن وحش الفلا وحش الفلا. تقدمه إذاعة المملكة المغربية. لم ولا تقهى في بدن. الحان وأداء الشعار عبد الهادي بالخياط. أكمت الجن إن تنصور، إنتاج وإخراج محمد حسن الجندي. أكمت الجن إن تنصور، وحش البلا وحش البلا. ألف صلاة والسلام عن نبي الهمام محمد رسول السلام. صلوا يا سادات يا كرام. بعد ما شاف ذو يزن المنامة اللي فسرها ليه يثرب العلامة بالشرب خلوق صاحب الشامة، ذو يزن صاحب البطولة والشهامة. فحدو يزن ونوى يكسي البيت الحرام، جهز رجاله ومشى قاصد المقام، مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وخلى قمرية عدوة الرب العلام، قمرية يا سادة سمعتهم وظهرت السرور والفرح، خرجت للقوم ودعاتهم وقبطوا طريق البطاح. وباش ما يطول كلامنا صلوا على النبي إمامنا، مع الخيال تسبح أفكارنا ونعيش مع مغامرات بطلنا سيف ذو يزن. يتحرك في بطني كيتمزق قلبي. كيف يمكن أنا قمرية المخلصة للرب زحل ننجب ولد يحارب ديني واعتقادي ويقيني؟ يكفيني أنا عايشة مع أبوه وإلهه ماشي إلهي، وبزحل أمامه ما نقدر نباهي. وكيف المعمول يا مولاتي قمرية؟ أنت في شهرك السابع، ما تلات نفع فيك أدوية، وذو يزن قرب يرجع. عندي لك حيلة واحدة هي اللي تنفع، خليك صبرة وخافية ما بيك، وبعد ما تولدي هاد المولود يظهر ويبان إلا كان فعلا غلام. تمنيت ما نشوفه ولا نراه، تمنيت نخنقه قبل ما يفرح به. خايفة سيف أرعد ما يحضرني، خايفة ربي زحل يلعني وما يرحمني. هدي أعطبك وكتمي مصابك، أعتبريني واحدة من حبابك. أنا يا مولاتي خدمتك، أنا يا مولاتي السهر على كل طلباتك، أنا معاك حتى يزول همك وتحقق رغباتك. ربي زحل يرعاك يا الداية ويرعاك يا مولاتي قمرية. ذو يزن يمكن الآن في مكة ورجوعه قريب،
وانا لازم نحضر له مكيده تجعل حد لحياته. وانا معاك يا مولاتي حتى يحقق زحل مرادك. يا مولاي دويزر، هذه مكة شرفنا عليها. أمر الرجال وحد الله وباني البيت خليل الله. يا قوم، وحد الله العظيم، هذا مقام الخليل إبراهيم. مقام رب علاه، ذكر للقلب حلاه. يا مقام الله والنور، يا بيت الحق والمعجزات، قلبي أنا مسرور بزيارتك يا بيت البركات. أنت تهدي يا الهادي، أنت تشفي فؤادي، أنت خالق العباد، أنت مجيب المنادي. اغفر لي يا مولاي، أنا عبدك طايع، من سعى غير طريقك مسعاه خايب وضايع. أنت النور والهدى، أنت الحق والصواب، أنت الخالق الديان، منك راج التواب. الله الله الله، إبراهيم خليل الله. يا يثرب، أمر الرجال يكسوا البيت والمقام بثوب من الحرير والذهب والفضة، ويدفعوا الأغنام ويكرموا الجيعان ويرويوا العطشان، ويرفعوا الغمة على كل إنسان في هذا المكان. أمرك يا صاحب الهمة والشان. تقدم يا سقرديون. حياكم زحل يا زين الرجال وبطل الأبطال ومضرب الأمثال. بعثنا في طلبك يا سقرديون باش نكلفك بمهمة تحتاج إلى رجل مثلك عالم علمك. أنا خدمكم يا سيدي. عندنا حاكم من حكامنا على مدينة الدور اسمه إفراح، محتاج الحكيم من حكماء زمننا، وبعد التفكير والتدبير ما وجدنا من يقوم بهذه المهمة إلا أنت. أخوك سقرديس من حاشيتي وتستحق كل ثقتي وعنايتي. أنا أخويا سقرديون خدامينك، الكل أوامرك طايعين، وعلى خدمتك ما متراجعين مهما تفوت السنين. يا سقرديس، جهز الرجال والهدايا والأموال، الخوك سقرديون في الحال، ويقصدوا مدينة الدور عند الحاكم إفراح، ويبلغوه رضايا ويسلموه عطايا. أمرك يا صاحب. مرحبا بكم في قناة محبي مسلسلات الإذاعية المغربية. وأنت يا سقرديون تقدم والبس من لباسي. حياك زحل يا زين الرجال.
هذا منظر خلاب يا يثرب، أشجار بسقة وأطيار نطقة ومياه دافقة وغزلان متسابقة. عمر مرات عيني منظر مثله. وأنا كذلك يا مولاي، منظر سباني بجماله وعمري ما ريت بحاله. والله لو ما كنا مطلوبين بالرجوع إلى الحمراء في أسرع وقت ما كنت نفارق هذا المكان. يا يثرب، أمر الرجال ينزلوا من على ظهور خيولهم، نرتاحوا هذا الليلة وفي الصباح نقبطوا طريق البطاح. بأمر السيدي دويزان، نزلوا من على ظهور جيادكم، خذوا الراحة وكونوا من زادكم. يا مولاتي الألم يدهي الألم، حريق بسرعة يفوت. يمكن ألم الولادة. كيف يمكن يكون ألم الولادة وانت في شهرك الثامن؟ أنا في عذاب يدهي، عذاب ما حسيت بمثله قبل اليوم. اصبر يا مولاتي، أنا عندي دواء يسكن ما بيك ويمكن يشفيك. مولاتي خليك بجنب مولاتك، أنا جاية بسرعة. أمرك يا مولاتي الدايا. أي سلامتك يا مولاتي قمرية. قربي لي الماء نشرب. أمرك يا مولاتي. أي تفضلي خودي. البرد، الألم، البرد. نغطيك يا مولاتي. غطيني يا جارية، غطيني. لبس عليك، لبس عليك. هذا جيبك يا مولاتي قمرية، خدي هاد الدواء يريحك. ساعديني انتي يا جارية في حمل مولاتي. حاضر يا دي. شربي شربي. أنا قلبي حاسس إحساس غريب. بالله أمر الرجال يستعدوا للرحيل، لازم نوصل الحمراء في أقرب وقت. قلبي حاسس باللي شي واقع في ديارنا. يا مولاي زادك الله فلاح ونجاح، عندي طلب ومن مقامك العالي نترجى تنفيذه. هاد الأرض اللي احنا فيها طيبة وزكية الرائحة، حبيتها وعندي رغبة نبني فيها مدينة. تبني مدينة بين هذا الأشجار البسقة والمياه الدفقة يا يثرب؟ نعم يا مولاي، هذا رجاء خادمكم يثرب. أنا قريت في الكتب الأولى القديمة والتواريخ والملاحم العظيمة اللي الله عز وجل جلاله غادي يبعث في آخر زمان نبي هاشمي قرشي اسمه محمد، وهو أول الأنبياء وخاتم المرسلين. وغادي هاجر هاد النبي من الأرض اللي غادي يخلق فيها، وهي مكة بيت الله المختار، الواحد الأرض زكية طيبة الرائحة. وبلا شك هي هذه، لأنه ما رأت عيني مثلها ولا شميت رائحة الطيب ولا أزكى من هذا الرائحة. أمرك غريب يا يثرب، لكن أنا تقدير لخدماتك معايا والسنين اللي فاتت وانت شريكي في كل ألم وجرح
أنا موافقت بني مدينة هنا. شكرا لك يا صاحب العظمة والمقام الرفيع. وشنو غادي تسمي هاد المدينة يا يثرب؟ لكم شرف تسميتها يا مولاي. سميها على اسمك يثرب، مدينة يثرب. مدينة يثرب، هذا شرف عمري ما انساه لعظمتكم يا مولاي. مدينة يثرب، مدينة يثرب. يلا يا رجال استعدوا للبناء، بناء مدينة يثرب. خليك مع رجال البناء وانا غادي نمشي مع جماعة. دخلوا الحمراء نتفقدوا احوالي ونشوف قمرية لشطنا بالي، ولما تكملوا البناء خبرني. حياك خالق الكون وحقق لك كل أماني. كيف حالك يا قمرية؟ كل ما كان نقصني هو وجودك يا أعز الناس. وأنا كذلك، والله لولا جمال المكان والبيت الحرام ما كنت نغيب عليك هذه المدة يا أعز الناس. حتى المولود اللي في بطني حس وشعر بغيبتك، كل يوم يسأل عليك بتحريكاته برجلاته وفيديته. تمنيت نشوفه ونراه ونكون به أسعد مخلوق. عش حياتي كلها وأنا متمني مولود نوبله مالي وخيراتي، حتى نعم علي الله بك يا قمرية. وإلا كانت بنت يا مولاي؟ اللي نعم بها الله فيها خير. المهم نشعر باللي عندي إنسان من صلبي يحمل اسمي إذا أنا ودعت هذه الحياة. بعد عمر طويل يا مولاي. غادي نكبر ونشرف والنهاية منتظراني. مولاي هذا تشاؤم وسواس، خليك بأمال وحماس، أنت عندي في بداية الشباب. الأيام فايتة. قم يا مولاي، قم زول الغبار وأثر التعب وغير لباسك وارتاح. أنا لازم نشوف رجالي ونوقف على كل مجرى في غيابي. موقع إلا الخير، أنت تعبان لازم ترتاح. بعت للناس اللي مستنينك وخبرهم باللي مريض وتعبان وغدا تقابلهم. اللي شفتيها فيها الخير يا قمرية. مولاي بلغي الدايا حرس الباب باللي مولاك دو يزال مريض وعيان، يقولوا للناس يمشيوا حتى الصباح. أمرك يا مولاتي. يلا يا مولاي قوم واغسل وغير لباسك. أمرك يا أعز الناس. سمعي يدي، حضري الشراب وعملي ما قلت لك. لازم اليوم ننهي حياته، هو اليوم خبر الناس باللي مريض وتعبان، والقدر ديال السم اللي غادي نعطيه غادي يقوي بأسه ويخنق أنفاسه. لكن يا مولاتي. عملي ما قلت لك، اللي خايفة منه هو يثرب، ويثرب خلاه بعيد وما جاش معاه. بسرعة لما نكونوا بزوج جيبي الشراب. أمرك يا مولاي. مرحبا بكم في قناة المحبي مسلسلات الإذاعية المغربية. يوم نهايتك يا ديازان عدو زحل. غدا الحلقة الرابعة من هذا المسلسل. الحلقة الثالثة شارك فيها أمين رشيد، نعيم المشرقي، صفية الزياني، محمد أحمد البصري، حماد التونسي، الهاشمي بن عمر، محمد الغربي، زاكي الهواري، محمد أبو الصواب، محمد الواريدي، محمد الوفائي، بن عبد الله الجندي، عبد السلام السوسي، الراوي أحمد سهوم، فواصل العود أحمد البيضاوي، شعار المسلسل عبد الهادي بالخياط، ضبط الصوت عبد الرؤوف باللحسن. الأزلية مسلسل في حلقات، إنتاج وإخراج محمد حسن الجندي.